احنا بنعلن انطلاق برنامج تدريبي لطلبه كليات الهندسه في الاسكندريه واسوان بالتعاون والشراكه مع مؤسسه اعداد القاده بقياده الاستاذ احمد فتحي، شركه كونكريت بلس بقياده المهندس طارق يوسف. باذن الله البرنامج ده بيؤكد او بيحقق احد اهداف واستراتيجيات شركه كونكريت بلس في المشاركه المجتمعيه ودورها المجتمعي في تعزيز وبناء الشباب لبناء مستقبل مصر بشكل افضل وتخريج دفعات قادره ان هي تقود بناء هذا المستقبل واستكمال المسيره. يمكن شركه كونكريت بلس في السوق المصري وفي قطاع الانشاءات والهندسه بقالها 25 سنه، استطاعت خلال هذه الفتره الطويله ان هي تكتسب خبره وتضم كوادر بشريه تحمل من الخبرات التي تؤهلها ان هي تكون بمثابه اكاديميه لتخريج هذه الاجيال. يمكن شركه مؤسسه اعداد القاده من 5 سنوات بدات من ابرز المؤسسات المجتمع المدني اللي بتهتم بعمليه بناء الشباب والاهتمام بالبحث عن القياده داخل هؤلاء الشباب وتطويرهم وتاهيلهم وتقديمهم للسوق بشكل افضل وبشكل يؤهلهم على مواجهه تحديات السوق المصري في قطاعات مختلفه. ويمكن كان وسائل الاعلام مسلطه الضوء خلال السنوات الماضيه على دور هذه المؤسسه في تاهيل الشباب واعداد القاده. النهارده باذن الله وقع بروتوكول ما بين مؤسسه اعداد القاده وما بين شركه كونكريت بلس لتطبيق برنامج صيفي لطلبه كليه الهندسه من جامعات مصر. يمكن البرنامج ده شركه كونكريت بلس هتحقق فيه عمليه المعايشه والمحاكاه لهؤلاء الطلبه. يمكن الطلبه دايما في عمود الدراسه بيدرسوا النظريات وبيدرسوا علوم وبيدرسوا تطبيق علوم نظريه، ولكن المعايشه والمحاكاه اللي هتتقدم خلال مواقع مشاريع كونكريت بلس هتثقل من خبرات هؤلاء الطلبه، هتخلي يعني تعايشهم وتعاملهم مع الواقع العملي يزيد من خبراتهم التي تؤهلهم لمواجهه المستقبل بعد ما يتخرجوا من الجامعات المصريه. ويمكن دايما احنا حريصين كلنا وتحت مظله واحده ان احنا بنسعى ان احنا نساعد ونبني في بناء مستقبل بلدنا الحبيب. اتمنى دلوقتي ان احنا نسمع كلمه من سياده المهندس طارق يوسف رئيس مجلس اداره شركه كونكريت بلس، اتكلم عن المشروع عن البروتوكول. واحده فجزء مهم جدا من دور اي شركه ان احنا المساهمه في اعداد كوادر، الكوادر دي تساهم في النمو العام للبلد، النمو العام للبلد ده بينعكس في الاخر على الشركات، فهي سايكل احنا يعني بالعكس احنا فخورين ان احنا بندعمها في الجزء اللي يخصنا او في استطاعتنا. وحاولنا واحنا بنعمل الدعم ده نكون الدعم ده على محورين، يمكن المحور الاولاني او الطريقه الطبيعيه ان اكيد الناس اللي هترشحها لنا واي ال اف للتدريب في مشاريعنا المختلفه، وخصوصا ان احنا برضه الحمد لله مشاريعنا كلها مشاريع مميزه ومشاريع قوميه وفيها خبرات مختلفه في مجالات مختلفه في اكثر من قطاع. ده بيساهم طبعا ان الشاب لما يدخل على سوق العمل يبقى عنده من الخبره الكفايه ان هو زي ما بيقولوا كده بلاج اند بلاي، يعني يدخل على طول يبقى جاهز ويبتدي يطلع قماش. وده مهم على فكره، احنا يمكن كتير قوي بنقول ان احنا في هذا المجال بنتكلم على التعليم في مصر واهميه التعليم ورفع كفاءه التعليم والكلام ده كله، وبعدين احنا طبعا رفع كفاءه التعليم هو مش بس على فكره في الجامعات، ورفع كفاءه التعليم يعني في دول كتير جدا انت على ما تقدر تشتغل بشهادتك لازم تكون تاخد لك مثلا 3 سنين تدريب، يعني مثلا المعماري في المانيا مش معنى ان انت خدت شهاده العماره ان انت تشتغل في سوق العمل، انت زي كده زي ما احنا على فكره بنعملها في كليات زي الطب لازم ياخد فتره لخطوره الوضع في الطب، وعلى فكره برضه في الحوار موجود في الهندسه وموجود، فلما بيحصل تدريب بدري للناس ده معناه او باحتكاكهم بسوق العمل بيبقى معناه ان هم مؤهلين اكتر للاداء اسرع في المشاريع اول ما يفتحوا بيها، ده اللي احنا بنحاول نساهم من خلال شركتنا مع وائل في القصه دي.